جيت قلت بحال شي شيخ جا معاك الوالد الكوستيوم الوالدة هي سواجيكا يا مايني ثانك يو فاين هادشي الدراري باش مهم الكارت ديال الايليت في الطايرون ندخل غنجيك من الاخر غنقول لك خدم انا بلاصتك كاينه هنايا انا غادي بوحدي دابا كون خدمتي وكنتي جالس هنايا ولا ما كنتيش جالس هنا خاوي عاجوج بلايص خاوي انت وداك الشيخ خسرت لها السطوري يقول لك خدم على الزام عاجوج بلايص خاوي اللي قدامهم خاوي اللي قدامي خاوي جوج بلايص خاوي جوج بلايص خاوي علاش كيتسناوك معلم ولا كيتسناوك انتيا في الطياره كامله في البيزنس كلاس كاين غير انا والوالد والوالده الطياره اللور عامر الوالده الوالد راه هو ناس ليها هانت جوج بلايص فين بلايص عطاهم الله صافي خصك تخدم تخدم العزاوي راه البلايص خاوي عطاهم الله صيفط لداك الشيرك ولا صيفط لديك الشيرك وسير تخدم معلم راه بلايصكم كاينين هنا والبلايص عطاهم الله راه الطياره غادا خاويه اللور عامر هو لتحت القاعره عمر فوق خاوي محتاجين بزاف ديال عباد الله لفوق وخدم الله يرضي عليك راه كنتسناوك الفوق في النعاسه معلم ولكن قلت انت راه السطوريات قلنا شويه ان شاء الله ونزلوا الطريق كامله وانا كنعوض راسي واحد الميساج مع راسي وقلت نبارطاجي معاك انت الطريق كامله وراسي تيقول لي بغيت هيري متى نوصل للطايرون واجي نعيش وندير تنقول استمتع يا صاحبي بالرحله استمتعش بالنتيجه الاخراني حتى توصل ما انت دابا في رحله فيها مضيفات فيها ناس زويونين فيها ماكله كتسربا فيها اللي بغيتي تجيبوه فيها يا عينيك تلقى شويه سكتها وتقرا فهمتي ما تبقاش تسنى النتيجه الاخرانيه وعلى وزن ذلك تبقاش تقول تاندير 10000 دولار تاندير 100000 دولار وفرح تاندير مليون دولار استمتع بداك الدولار الاول في الكامبين كتلقى عيش الرحله ماشي تا وانا راه شنو كنت ندير الدراري البنات واخيرا وصلنا للطايلوند وكما كنوصلوا للطايلوند بلادنا العزيزه الحبيبه بلادنا الثانيه انا هذه اللي لقيت سميتو هذه اللي لقيت الايليت كيتسناو سواجيكا يا مايني ثانك يو فاين ليميغراسيون دوزناها شوف باك خاص بك خاص بالناس ديال الايليت هي السيده اللي سميتو السيد اللي قدامها غادي يمشي يجي يجمع ليا الكويزات وتيجي يحطهم في الطومبيله على برا ديالهم بي ام دبليو ولا مرسيدس سير الاخرى ونتكلوا على الله سهوله وهذه هي الحياه مع الايليت في الطايلون واو ما حوجتنا الشباب وهي البي ام سيريس ضرب الاخر ولا توخر هادشي الدراري باش مهم الكارت ديال الايليت في الطايلون خلينا راه ما كتعيش واحد الحياه عاديه راه كتعيش الاخر ديال الاخر الايروبور اكسيت 7 دقائق الاخوان كل مره تجي البنك وكتشد الصف تفكر معلم الكارت ايليت حياه سعيده الوالد جلس بحال شي شيخ جا معاك الوالد الكوستيوم الوالدة هي وتبارك الله عليكم وشوف الله يرزق الجميع الله يعطي الجميع والله يوفق الجميع يخدم رانا ديما كنقول منين الدوار يزيك شوف غتخدم غادي تقد الصوت مع الصورة ديال داكشي اللي باغي نتايا غادي تقد خصك تخدم